بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في لقاء يتجدد بحضراتكم ومع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، ونحن في ختام هذا الشهر، هناك زكاة الفطر، فلعلكم تتحدثون عن الأصل في مشروعية زكاة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الزكاة معناها لغة النمى والزيادة والطهارة، هذا هو معاني الزكاة في اللغة والشرع. والزكاة ثلاثة أنواع. النوع الأول زكاة النفس، وذلك بتطهيرها من الذنوب والمعاصي وتزيينها بالطاعات والقربات. قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه بالطاعة وأبعدها عن المعصية. وأما تزكية النفس بمعنى مدح النفس ومدح العمل والإعجاب، فهذا منهي عنه. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فلا يمدح الإنسان نفسه أو يمدح عمله أو يعجب بنفسه أو بعمله، فإن ذلك منهي عنه. النوع الثاني زكاة المال، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب في أموال الأغنياء حقا للفقراء. قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وجاءت الزكاة، يعني زكاة الأموال، قرينة للصلاة في كثير من آيات القرآن. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي قرينة الصلاة وأختها في كتاب الله. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والنوع الثالث من أنواع الزكاة زكاة الفطر، وهي زكاة للبدن. زكاة الفطر زكاة للبدن، تجب في ختام شهر رمضان، تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، فهي تزكية للنفوس وتؤدى في تمام شهر رمضان. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ الحكمة ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. الحكمة أنها تغني الفقراء والمساكين عن التكسب في يوم العيد، من أجل أن يتفرغوا للفرح والسرور مع إخوانهم، ولأن في يوم العيد لا توجد أعمال، تعطل الأعمال وتعطل وتغلق المتاجر، فالفقير لا يجد مجالاً. فالله جل وعلا شرع زكاة الفطر من أجل أن تغنيه في هذا اليوم ويفرح مع الناس. نعم. متى تخرج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تخرج في ختام الشهر، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل السلف رضي الله عنهم، ولكن وقت الوجوب تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وإخراجها قبل الخروج لصلاة العيد أفضل. وإذا أخرجها في الليل في ليلة الفطر
فلا بأس. طيب، وإذا أخرها إلى ما قبل خروجه لصلاة العيد فهذا أفضل. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أي نوع من الأطعمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرضها كما في الحديث الصحيح، صاعا من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، 5 أنواع جاءت في الحديث. والمراد والله أعلم أن هذه كانت أقوات الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجزئ إخراجها من كل ما هو مطعوم في البلد، سواء كان من هذه 5 أو من غيرها كالأرز والذرة والدخن، فتخرج من قوت البلد الذي يقتاته أهل البلد، هذا النوع المخرج منه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر لأنها قد تكون أنفع للمستحقين أو المساكين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام، ولم يأمر بإخراجها من النقود، والنقود كانت موجودة في ذاك الوقت، وكونه نص على الطعام لا يجوز العدول عن ذلك. وأيضا الناس في يوم العيد بحاجة إلى الطعام، أما النقود فقد لا يجدون ما يشترون بهذه النقود، لأن المحلات مغلقة والناس متفرغون ليوم العيد، فيعطى طعاما لأجل أن يقتات به ويتوسع به في هذا اليوم. ومما يدل على أنه لا يجوز غير الطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بالصاع، قال صاعا من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، قدرها بالصاع، فهذا يدل على أنها تكون من غير النقود، تكون من الطعام خاصة. وكذلك النقود صدقة سر، أما كيل الطعام وإخراجه شراؤه وكيله وإخراجه وتسليمه للمحتاجين هذه صدقة ظاهرة، وصدقة الفطر تكون صدقة ظاهرة، ولو أخرجها من النقود لكانت صدقة خفية، والله جعلها صدقة ظاهرة في هذا اليوم. فهذه من الحكم في إخراجها من الطعام خاصة ولا تجزي من النقود. قيل للإمام أحمد إن ناسا يخرجونها من النقود وإن فلانا يرى إخراجها من النقود، قال يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون لرأي فلان. هذا استنكار من الإمام أحمد رحمه الله على مخالفة النص والعدول عنه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، نتواصل مع استكمال ما تبقى من هذا الموضوع حول زكاة الفطر في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أيها الأخوة الكرام، كان معكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما بينا في هذه الحلقة وفي حلقات هذا البرنامج، ونستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى حول هذا الموضوع في حلقة الغد إن شاء الله. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.